أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من دفعنت، نقدمه لكم من قناة المغاربية في لندن. أفاقت الجزائر في فيفري من العام 19 و2000 على أصوات تهتف بأن لا تحكم البلاد صورة الرئيس المقعد لعهدة خامسة. لم تكن تلك شرارة الثورة بقدر ما كانت قطرة أفاضت كأس الحجرة والتهميش والتفقير. شعب الجزائر الهادئ الثائر قرر أن لا سكوت لا مكان بعد ذلك اليوم لمن يخذل الجزائريين ويمتحن صبرهم، لا مكان لعصابة احتست غاز البلاد ونفطها وأمل شبابها الهارب بأحلامه إلى شواطئ الشمال الباردة. منذ يوم 22 من فيفري 19 و2000 لم يعد للمهلة الأخرى وجودا في قاموس الجزائريين. الشعب قرر فلترحلوا جميعا تتنحوا قاع. هكذا حيرت ثورة الجزائريين العالم وقد تواصلت بأشكالها السلمية الفريدة إلى هذا اليوم. 3 سنوات والحراك الجزائري يجمع الإصرار على المطالب والسلمية المتفردة. توالت انتصاراته في بادئ الأمر فأسقط إطار الخشب المترشح للرئاسة آنذاك، وأسقط بعد ذلك مواعيد انتخابية متتالية، فقطع الرئاسيات التي أفرزت تبون والبرلمانيات والمحليات كذلك. فلم يعد للنظام من شاغل غير فرض نفسه حتى بالقوة. منذ بداية الحراك بدأت معه المناورات الأكبر من النظام الذي يقول عنه ناشطون أنه نظام عميق في ذهائه يغير أقنعته وقناعاته بسرعة خيالية. عبد المجيد تبون رئيس الواقع المفروض كما يسميه ناشط الحراك قال أيام ترشحه أنه وإن كان وجها من وجوه نظام بوتفليقة فإنه لن يشبهه، لكن الجزائريين جزموا بغير ذلك. الدرك الوطني ومحافظ الشرطة ومن خلاله نقيب الجيش الوطني الشعبي ومن خلاله إلى قيادته العليا والتي تتمثل في وزير الدفاع السيد المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. السيد تبون. الحراك المستقر على مطالبه لم يعر النظام المتلون في أقواله لا سمعا ولا اهتماما يقول مراقبون، فاعتبروا دائما حديث تبون عن عهد جديد وجزائر جديدة نية غير مستقيمة. قال ناشطون أن الرئيس الحالي يحاول دائما بخطاباته بيع الأوهام والوعود التي لم يطبق منها شيئا طيلة عقود وهو يتنقل بين المناصب. محاولات لإرجاع الجزائريين لمربع الصمت باءت كلها بالفشل، فالجزائري تذوق معنى أن يقرر ومعنى أن يكون حرا ولن يقبل بما دون ذلك. فلم يتردد في التعبير عن مطالبه إلى اليوم داخل البلاد وحتى خارجها. الطلق صح وتنع اسجنتوهم انتوما حشومة يا حكومة ليهم رانا ساكتين. الطلق صراح العدالة ثقافة والصحافة هادو مطالبنا الأولين. أسقط الحراك الشعبي إذن في شوارع العاصمة ثوب الموافقة والمرافقة الذي أراد أن يظهر به عبد المجيد تبون حين بارك الحراك واعتبر نفسه من ثماره، بل وقال
انا الحراك. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. ثانيا انا ما نعرفش النفاق، ما نخليش المواطن يجري ورا الشكاره تاع الحليب. ماني لا شعباوي ولا ميال. انا ملاحظ وحر تاع المجتمع نتاعي، شايف واش كاين في المجتمع. امي انا في حياتي ما نكذبش، لما نقرر ندير ولو على حساب راسي. بعد 3 سنوات من اندلاع الحراك، قال مراقبون يبدو وأن النظام السياسي الجزائري بات وأكثر من أي وقت مضى ربما جامدا وغير آبه لمطالب شباب خاب أمله في الحرية والديمقراطية والكرامة. نظام ضحى بوجوه وأخفى أخرى قليلا ثم أخرجها ليجدد بها سلوكا وخطابا لم يتبدل بل تلبد وتخبط حتى لم يعد له وزن لدى الناس. عمري في حياتي من أبسط مسؤولية إلى أعلى مسؤولية ما تسجلت عليها وعود كذبة. ما أنا عايش في هذه البلاد وسبق لي وقلت التربية نتاعنا هذه هي، قلت الراجل يتعلق من منطقة تجارية، منطقة سياحية، إن شاء الله إن شاء الله نشوف ونحاول بقدر الاستطاعة وإن شاء الله ننجح أن نتعاود ترجع قطب سياحي من أكبر الأقطاب في المغرب العربي. الشرفة مكتوب لها إن شاء الله، هذه من عند الإله ماهيش من عند العبد. الجلفة كاتب لها إن شاء الله الله عز وجل باش تكون من أكبر العواصم، من أكبر العواصم. نظام غارق في أزمة الشرعية، هكذا يصفه مراقبون، قائلين أنه يحاول رتق ذلك بالحديث عن تهديدات وهمية وحروب يشنها وينتصر فيها لا يدري عنها الجزائري الذي يحارب مشاكل الحياة اليومية من نقص في المواد الأساسية وغلاء المعيشة شيئاً. عارت ولا من القدرات الشرائية للمواطن الجزائري البسيط؟ بالنسبة لي أنا ورأيي الحقيقي والله ما توالموا يا بنتي، غلاء الأسعار في هذا الوقت هذا بالذات راه ما يناسبش الشعب نتاعنا كامل. علاش؟ العمل البسيط كم يتقاضى في الشهر نتاعو؟ يعني المليح المليح في هذه الأمة هذه يدي 2 ملايين مثلا، 2 ملايين لو كان يجي يقضي عندي أنا يخلي 300-400 ألف هنايا. يا أخي البطاطا اليوم الصبح تلخر في السعر الواطي راهو في 10 آلاف. تجي أنت عندك 3-4 في العائلة تدي 2 كيلو ما يكفيوكش العشاء. يا أخي هكا 30 ألف. وزيد لها كيلو بصل ب7 آلاف، وزيد لها كيلو طماطم ب14 ألف، وزيد لها كيلو بسباس ب14 ألف، كيلو جلبانة ب20 ألف. وين توصل الشهرية تاعك يا بنت؟ نظام متحجر غير قادر على أحداث تغيير حقيقي في البلاد، يقول ناشطون عجز عن إيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية والسياسية، حيث لا تجد السلطة في الجزائر لتلافي عجزها غير استخدام آلة الشرطة والمحاكمات والإيقافات وكذلك السجون لقمع أي اختلاف وأي حرية تعبير. هذا في الوقت الذي يتقاسم فيه الجزائريون نفس القلق والحاجة الملحة للتغيير والرغبة المشروعة في رؤية بلد يبقى مستقبلا يتناسب مع إمكاناته البشرية والطبيعية وتحقيق الاستقرار وكذلك الديمقراطية والعدالة والقضاء على الفساد والظلم والمحسوبية على جميع المستويات. هكذا كانت مطالب ونداءات الجزائريين في فرص التعبير القليلة التي صاروا يقتنصونها. فهل حياة لمن ينادي الشعب الجزائري؟ بداية قبل أن أقول أي شيء أعرف بأن الرجل الذي يقبل بإخلال رجولته وإسقاط مروءته وينضم إلى العصابة أو المعروفين بلصوص الألفية الثالثة ليس برجل مهما من تكون صفته، مهما من تكون صفته. إذن إنما عاشه الشعب الجزائري العظيم من ظلم وتقهقر لا يتجاهله بل يدرك مأساته، والصمت الذي لزمه الشعب الجزائري هو من أجل
للمحافظة على مصلحة البلاد والعباد حتى يشبع الخونة من خيانتهم العظمى. وها هي الانتفاضة التي كانت تنمو نمو الجنين في بطن أمه، تعلن أن المولود ذكرا ونظامه سقوط الخونة. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله وانقطع وانفصل. إن الشعب الجزائري ليس اسما أو وسيلة يلعب بها اللصوص، إنما الشعب الجزائري إذا أراد فعل. فلذلك تحيا الجزائر حرة ديمقراطية، وأقولها أيضا مرارا وتكرارا، وأقولها للمرة العاشرة وللمرة المئة وللمرة الألف، ولن أتوقف عن قولها. إن الشعب الجزائري في دولة إسلامية عربية أمازيغية شاوية مصابية، شعب واحد لا يؤمن بالخرافات الطائفية ولا العصبية ولا القبلية أمام وطنهم الواحد. نحن لا نؤمن بخطى ومخططات المستقبل تتنحى وقع. تبقى الجزائر بالرغم من استفادتها من فترات ارتفاع أسعار المحروقات عالقة بين براثن مأزق سياسي وأزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية ينذر تداخلها بكل أنواع المخاطر، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الجزائر تعاني منذ مدة من أزمة سياسية واجتماعية في ظل نظام فاقد للشعبية يواجه في آن انتفاضة ذات مطالب اجتماعية وسياسية بالأساس، واعتماد البلاد القوية على عائدات النفط المتذبذبة، وكذلك عدم قدرة السلطة القائمة على تقديم حلول لشباب يائس. شكلت كل هذه المعطيات خلفية للحراك الشعبي المعبر عن سخط يتزايد بشكل كبير مع نظام يدير ظهره لهذا الواقع القاسي ويفضل سياسة الهروب إلى الأمام. من حق الأجيال يطلبوا التغيير، والتغيير احنا طلبناه في الجزائر مثلا طلبناه في 62، ما طلبناش في 2019 شيء. هذو هما اللي راح يطولوا يزيدوا في طول عمر تاع السيستم الموجود الان. المعارضه هذه هي اللي راهي شد السيستم، موش الشعب، موش الشعب اللي لا، هذو الممثلين تاع الشعب هما اللي قووا النظام ومازالوا يطولون في عمره. تنهمك السلطة الجزائرية إذن في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بالتغيير، في إسكات وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين والمتظاهرين، وذلك بالسجن والرقابة والمدهمات البوليسية. لهذا السبب وغيره لا يبدو أن الحراك وبعد 3 سنوات من انطلاقه مستعد للاستسلام، بل ويعبر عدد من المناضلين عن عزمهم القوي على التصعيد والاحتجاج من أجل تغيير سياسي حقيقي وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين. يقول محللون أن الحراك ينهل حيويته بالتحديد من عجز النظام القائم عن إصلاح نفسه
فلم يغير النظام نظام عبد المجيد تبون الحالي بأي شكل من الأشكال من ممارسات عهد بوتفليقة قمعا أم فسادا، هذا بالرغم من تغيير بعض المسؤولين، الأمر الذي يجعل العديد من المحللين يذهبون إلى أن تبون لا يفعل سوى إعادة إنتاج النظام القديم دون اعتبار لآلاف الشباب الذين طالبوا بالتغيير والذين يئست فئة منهم وليست في الحقيقة بالقليلة، فخيرت الهروب من البلاد بأقل الأضرار سعيا للحلم في بلاد تتسع لما يطمحون. والبنود لامعات خافضات في الجبال الشامخات الشاهقات يهبطن مع حياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. في العام الثالث للحراك يبدو أن النظام الجزائري مرتبكا أكثر من أي وقت مضى، فاقدا للبوصلة مرتكلا إلى الترقيع لإنقاذ نفسه، يقول محللون من انفجار اجتماعي بدأت أعراضه تنمو وفقا للبنك الدولي، بالإضافة إلى قمع ممنهج لأي تعبير أو أي صوت معارض له. فوفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن ما لا يقل عن 300 شخص متهمين في الجزائر بتهم منها تهديد أمن الدولة والأعمال التخريبية يقبعون حاليا في السجون، بل ومنهم من وراء القضبان فقط لمجرد التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يكثف النظام الجزائري إذن السعي وراء شرعية يجدها مفقودة، الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تستهدف المعارضين السياسيين ونشطاء الحراك والمحامين وكذلك الصحفيين، والذين قام عدد منهم أي الموقوفين إلى شن إضراب جوع يستمر منذ أكثر من أسبوعين إلى هذه اللحظة. Chers amis, il y a trois ans, des millions d'Algériens, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, ont manifesté chaque semaine pacifiquement aux quatre coins du pays, durant plus d'une année, pour demander un changement politique radical. Le respect des droits humains est au cœur des exigences du mouvement de protestation, revendiquant un état de droit en Algérie, une justice indépendante, le respect des libertés fondamentales, la justice sociale, l'égalité, le respect de la dignité de chacune et chacun. Je m'appelle Agnès Calamar et je suis la secrétaire générale d'Amnesty International. Et j'apporte mon soutien au nom d'Amnesty International à toutes celles et tous ceux qui demandent un état de droit en Algérie. Face à ce mouvement de protestation qui a impressionné le monde entier par son pacifisme, les autorités algériennes ont eu recours à une force excessive et injusticiée pour disperser certaines manifestations. Elles ont également eu recours aux intimidations, harcèlement judiciaire, emprisonnement arbitraire de centaines de personnes pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, leur droit à la liberté de manifester, pourtant garanti par la Constitution algérienne. Certes, des dizaines de détenus d'opinion ont été libérés, mais malheureusement, aujourd'hui encore, entre 250 et 300 personnes sont toujours en prison. إذن حول الحراك الجزائري في عامه الثالث والمتواصل رغم الإرهاصات، وعن الوضع الحقوقي والواقع السياسي بعد 3 سنوات من انتفاضة الجزائريين، كتب في تدوينة الله ناشط فضيل بومالا وقال:
مقاومتنا السلمية أقوى من ترهيبهم وسجونهم، وإرادتنا أقوى من أو إرادتنا من أجل صناعة التاريخ ورفع تحديات المستقبل لن يكسرها لا عبث ولا طغيان. أما المحامي عبد الغني بادي فتحدث عن حصيرة حقوق الإنسان في الجزائر منذ تولي تبون للسلطة وفي الجزائر عموما، وقال: كل انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الذي تسبب فيها النظام منذ فجر الاستقلال لم يعترف بها ولم يعتذر. فيما نشرت كنزة بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك وغردت على حسابها على تويتر وقالت في صورة تحمل شعارا وقالت فيها: الحراك الشعبي الجزائري يختار واسم تبون ارحل كشعار له في الذكرى الثالثة للحراك. إلى هنا تنتهي مشاهدينا حلقة اليوم من تفاعلات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.